ختام لليوم مشاهدينا مع فرقة موسيقية، فرقة صحبة الموسيقية اللي أحيت حفل مميز بآخر أيام العيد ضمن احتفالية مون كرمس الثالثة بحديقة العروبة. الفرقة اللي جمعت ما بين الصوت اللحن وتراث سوريا الجميل، اللي رح نتعرف عليها أكثر ونسمع قصص وأغاني حلوة معنا. بيسعدنا يكون بالاستديو أولا عازف الإيقاع عمار جمول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح بحضرتك. النور ميت، أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة الحلوة. نورتنا. والمطربة آلاء سيفو، يسعد صباحك آلاء. يسعد صباحكم وينعاد عليكم بكل خير. أهلا وسهلا فيك. والمطرب كرم سيفو، يسعد صباحك كرم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. وعازف العود مجد الفيل، يسعد صباحك صباحك مجد. يا رب. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. أهلا بحضرتك. يسعد صباحكم بالبداية، كل عام وأنتم بخير ويعطيكم ألف عافية. يعني كنا بحفل الختام بالفعل، يعطيكم ألف عافية على هيدا الأداء. بالبداية بدنا نتعرف عليكم أكثر، منبلش من عازف الإيقاع عمار جمول، نحكي عن حضرتك، عرفنا عن حالك. عمار جمول طالب بكلية التربية الموسيقية سنة ثالثة. تربيت على الموسيقى من أنا وصغير، بيتنا دائما يعني الوالد هو عازف إيقاع كمان، وكان دائما الموسيقى شغالة عنا، طبعا بالإضافة للعائلة كلها. من أعمامي لحتى عندي عمي وحيدة كمان بتعزف حلو وبتغني، فدائما أنا كنت ربيان بهالجو هذا. كبرت على هذا الشيء، كبرت على الموسيقى، كبرت على الفن، كبرت على وردة، على أم كلثوم، على عبد الحليم. حلو. هذا الشيء زرع فيني شيء كثير كان يأثر فيني، يعني دائما إنه أنا لما بسمع صوت حلو مثلا بلتفت، بسمع مثلا نغمة حلوة كمان بلتفت إلها. حبيت كرس هالشيء هذا لحتى تعبت على حالي ودرست الايقاع كمان، هو آلتي من انا وصغير، درسته بشكل منظم وكنوطة وكأكاديمية معينة لحتى تقدمت على كلية التربية الموسيقية، والحمد لله هلق ماشي بهالطريق والامور كلها تمام وعالي العالي. قديه حلو دمج الاكاديمي مع الشيء الهواية والشيء المتبقى. طبعا اكيد هلق الاكاديمية والموهبة بيوصلونا لمرحلة الاحتراف. تمام. آلاء تعرفين عن حالك أكثر؟ أنا آلاء سيفو، طالبة سنة رابعة بكلية الاقتصاد جامعة دمشق. حلو. كمان الموسيقى، يعني أنا وعيت على الموسيقى وساعدني بهذا الموضوع إني أنا دخلت بالمسرح المدرسي من صغر، تعددت الكورالات والفرق اللي كنت جزء منها، اشتغلت على موهبتي بشكل إني طورتها بشكل ذاتي. الخبرة كمان اللي اكتسبتها من المسارح من الفرق كتير ساهمت بإني أوصل لهي المرحلة. آلاء أنت ساكنة باللاذقية ولا بالشام؟ لا بالسلامية. بالسلامية. وكمان عمار بالسلامية. أهلا وسهلا فيكم. تمام. كرم أول سؤال رح نسألك، يا أنت أخوة لآلاء طالما في تشابه بالكنية؟ لا في قرابة. بس في قرابة. عرفنا عن حضرتك كرم. كرم سيفو. أهلا أنا وسهلا. دارس هندسة اتصالات. حلو. طبعا والموسيقى هي شيء أساسي يعني. حلو. من الصغر طبعا. ليك فاتن شيء بجمعنا كلياتنا. هون شفنا في اختلاف، عمار أكاديمي ودراسة، وكرم دارس هندسة اتصالات وعلى الفن. أكيد في دراسة بس، ولكن هي شخصية يعني. أكيد أكيد يعني أكيد. تعب يمكن، تمرين شخصي، جهد شخصي. هذا أكيد. الواحد بس يحب الشغلة يمكن. صحيح. طبعا. وأخيرا مسك الختام عند عازف العود مجد الفيل، تعرفنا عن حضرتك كمان. مجد الفيل طالب هندسة مدنية جامعة البعز. حلو. من انا وعمري 6 سنين عازف عود هيك لهلا. 6 سنين. ما شاء الله. حلو حلو. سلام يعني يا رب. تاريخ يعني قد عمرك مجد؟ 25. 25 يعني عم نحكي تقريبا عن تقريبا 20 سنة تقريبا عزف. هلا بدنا نسمع شيء؟ اكيد. بالبداية قبل ما نتعرف عليكم اكثر وكيف بدأت الفرقة، تفضل شو بدكم تسمعونا؟ يلا يلا. يا هلال أبوي الغربي سامع منه عينيني، يا هلال أبوي الغربي سامع منه عينيني، ويلعنينا نشوقي شلون الصابر يجيني، ويلعنينا عني شوقي
قلت لك يا يما بطل يجي علينا، ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا، طلعت لوحد الدرب حرمته يطلع علينا، لا لا ولا لا عيني وهلا، لا لا ولا لا الجمال ما شانا، ونخ الجمال ما شانا. ما شاء الله يعطيكم ألف عافية. يعني هيدا التآلف بينهم سواء عازف الإيقاع أو العود أو حتى الغناء، يمكن حتى اسم الفرقة صحبة لهيك سميناها، مين رح يجاوبنا؟ لا هلا نحن بشكل عام عرفنا بعض قديمة، يعني مو سنة وسنتين، كلنا نعرف بعض من صغار. التقينا بكتير فرق موسيقية، التقينا كمان بكتير مجالات الحياة جمعتنا كتير. يعني انتو كلكم من السلمية؟ كلنا من مدينة واحدة. حلو تماما. حلو تمام. يعني مؤخرا حبينا انه نشارك الناس جزء من الوقت الحلو اللي احنا مقضيه مع بعض، وصورنا فيديو كنا عم نشتغل فيه هيك مزيج موسيقي خلينا نقول. حلو. وشاركنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فردت فعل العالم ومحبته لنا الفيديو هي اللي خلتنا نعتمد انه الفرقة ما تكون مجرد مقطع وراحت. يعني اعتمدنا انه تكون الفكرة دائمة ونشتغل عليها اكثر لحتى الناس تحب الشيء اللي رح نقدمه ان شاء الله. اتمنى لكم كمان استمروا. وهذا كان سبب الاسم، انه يعني يكون يعبر عنا ببساطة، ما يكون اسم تجاري ومتكلف وفي تصنع والى اخره. حلو. الناس مجرد تقرأ او تسمع فيه او حتى تشوفنا تعرف انه الاسم يعني هذا نحن يعبر عن حالكم، تعبر عن عاداتكم وجوكم. آلة الإيقاع يعني عم تعطي جو دائما للأغاني، هي يمكن آلة تراثية دائما مرتبطة بالعادات الحلوة، دائما مرتبطة بالجمعات الحلوة. نحكي عن هيدي الآلة قديه يعني مهم توظيفها بهيدي الأغاني وتوظيفها الصحيح. طبعا هلا آلة الإيقاع هي أول آلة وجدت صحيح بين الآلات الموسيقية طبعا. فمع التقدم ومع التطور تطور شكل الآلة. يعني أول شيء مثلا كانت عبارة عن طارات ودفوف، ولحد الآن بنشوف في منهم يعني صحيح. مع مثل ما قلت التطور صار في شكل وهيكل للآلة. تمام. أول شيء كانوا يشدوها جلد سمك وخيطان وكذا ويحموها للطبلة. بعدين نزل إسا شيء أفضل يعني من جلد السمك أو الجلد الطبيعي، هو هذا الشكل للطبلة. هو عبارة عن وجه بلاستيك. تمام. معالج وبينشد عن طريق البراغي. فهيك أنا صار عندي حالة أفضل. ليش؟ لأنه أنا ما في داعي كل مثلا ما بدي أقعد بقاعدة أو بسهرة أو بحفلة إني حمي الطبلة مثلا لحتى تعطي صوت حلو. صحيح. ما ترخي، هيك بتضل مشدودة وتمام. صحيح. كرم، شو أكثر نوع من أنواع الأغاني أنت بتفضله؟ أو كلكم مثلا هيك أنتوا شو بتميل أكثر؟ أنا ربيت عودي الصافي. عودي الصافي. جبلي بشكل عام طبعا. طربي يعني بسمع أي شيء حلو، ما عندي مشكلة بشيء، بس منحاز شوي للجبلية بشكل عام. وكلياتنا طبعا كلكم آلاء كمان نفس الشيء منحازة للجبلي؟ هلا انا منحازه لكل شيء بيأثر فيني بشكل عام. حلو. فكل الانماط تقريبا بحبها وبحب اسمعها. عمار، انا بحب الجبلي كمان. حلو. اكيد يعني هذا شيء مفروغ منه، ولكن ميال اكثر للطرب المصري. مصري. ايه المصري. حلو. القديم تحديدا. حلو حلو. مجد، يمكن عم نحكي عن آلة لا غنى عنها وقت بدنا نحكي عن التراث، وقت بدنا نحكي عن الاغاني الجميله والطرب العود. خلينا نحكي عن هيدا الآلة قد ايه يعني ساهمت خلينا نقول بتحديد اللون اللي انتم ممكن تمشوا عليه بالفرقة. هلا بشكل عام آلة العود آلة طرب، آلة تراث. صحيح. صوت وتر العود حلو. طبعا هي موجودة من 2300 سنة قبل الميلاد المعروف يعني. فبشكل عام موجودة معنا بالفرقة يعني. عطت رنة حلوة،
بتأثر بالعالم يعني. خيل من خيال. أكيد. مجد عم نحكي عن أنا التراث. أدي طبعاً مجد بشكل خاص وكفرقة كلكم أدي بتحبوا إنه إعادة طرح الأغاني التراثية بقالب جديد خلينا نقول. كتير شفنا يمكن فرق عم تعمل هيدي القصة مجد وأش بقية الشباب أدي عندكم بتحبوا إنه هيدي الشغلة تحسوا إنه إيجابية خلينا نقول. هلا نحن بشكل عام كشغلنا بالفرقة يعني من أول ما بلشت الفرقة لهلا. مو بس نطرح تراث مثلاً في أغاني تسعينية خلينا نقول حلو. هيك أسرد بالعالم صحيح. ظريفة بتحبوا تعملوا له إعادة طرح بقالب جديد أي شيء حلو, حلو. يعني في روح في إحساس في بهجة خلينا نقول حلو. مستعدين فينا نسمع شيء إذا محضرين إذا أكيد. إذا محضرين تفضل أي شيء ما بعرف قرروا مثل ما بدكم بدي وصل لو بدنا نطلع شوي عن الخطة طبعا تمام يلا هيدا الأغاني مع هيدا الروح اللي بيناتكم عم تعبروا عن جد عن حالكم عن الشيء اللي حابين تقدموه للعالم عم يوصل من خلال العنوان والأغاني اللي عم بتقوموا به وإذا ذكرونا بأغاني التسعين والأغاني اللي مختارينها كتير حلوة بالفعل انتقاء الأغاني مين عم بينتقيهم كيف عم بيكون الترتيب بيناتكم حتى لمستكم الخاصة يمكن على الأغاني عم بتكون واضحة هلا الانتقاء بشكل جماعي عم يكون يعني كل حدا فينا بيسمع غنية بحس انه ممكن العالم تحبها اذا رجعنا قدمناها بشكل هيك شوي جديد بنتناقش فيها بتكثر المقترحات اوقات بنختلف اوقات بنتفق لا
لحتى نتوصل بالنهايه لنتيجه انه هيك تكون يعني مرضيه للجميع. مرضيه للجميع ونوعا ما متاكدين انه العالم رح تحبه ان شاء الله. لا لو بدنا نحكي لنرجع على الاحتفاليه الرئيسيه اللي زرتونا فيها وهي اول حفله لكم انتم كانت باللاذقيه يمكن. صحيح. اللي هي احتفاليه مون كرمس 2023 هي احتفاليه الثالثه لمؤسسه دار القمر، كيف كانت الاجواء بهيدي الاحتفاليه او بهيدا الكرمس؟ نبلش من عند حضرتك، تفضل عمار. طبعا اول شيء بدنا نشكر الدكتور سائر صليبي والدكتور سلام على دعوتين لنا لهون للمشاركه بهذا المهرجان. تمام. حقيقه كانت الاجواء كثير كثير حلوه وشفنا تفاعل كثير حلو من الناس. يعني من حتى ضحكتين وجاهن. صحيح. التفاعل حركات اجسام معنا، هذا الشيء كله اعطانا لنا كمان دافع على المسرح واعطانا قوه لنا على المسرح. وطبعا كمان شاركوا معنا اثنين فنانين، المايسترو بنوجه له تحيه كثير كبيره الاستاذ محمد السلوم، عازف هو عازف ايقاع وعازف عود وكيبورد يعني مايسترو، وصديقي معي وزميلي بالكليه كمان الاستاذ وسام كرم عازف ايقاع، كمان شاركونا وكمان اعطونا دافع هن اثنين كمان، كانوا اضافه كثير، فكان كثير الجو بشكل عام كثير حلو وكثير يعني كثير انبسطنا نحن. حلو. كيف كانت الاجواء بمون كرمس؟ هلا نحن اجباري كحدا جاي من خارج اللاذقيه رح يكون في عندنا شويه تخوف من رده فعل العالم، ممكن في كثير ناس لسه ما بتعرف الفرقه، بس مع ذلك كنا يعني متحمسين، متوترين شوي بس متحمسين اكثر، ومحبه العالم وردات فعلها هي اللي خلتنا هسه هيك نعطي بطاقه اكبر يعني. هي مو جديده علينا محبه اهل اللاذقيه، دائما حاضره وموجوده، بس كانت هيك يعني مفاجاه كثير حلوه لنا رده فعل العالم معنا وكيف تفاعلت، غنت مع الاغاني، رقصت، عرض الواقع غير ده كرم يعني. لا تنسى في لقاء ومثل ما قلتي يمكن جمهور مختلف، فهي تجربة جديدة تعاد باللاذقية، رح نشوفكم مرة ثانية إن شاء الله. أكيد. أتمنى إن شاء الله. نحن بيسعدنا. كرم، كيف كانت المون كرمس 2023 من وجهة نظرك؟ كيف شفت الوضع؟ طبعا يعني أنا بس شفت العالم الناس بس كنا قربتنا مع بعض يعني خلص انا بكون بقمه السعاده، نطلعوا من قده والعالم تكون مبسوطه ويعني نعطي من قلبنا طبعا، والجمهور يعني هون كمان في له مكانه خاصه، اختيار الاغاني كمان نحن اكيد طبعا كل بيئه الى اغاني بالناسبة اكثر من البيئه الثانيه، كل مكان له بيئه، كل مكان له نوعيه. يمكن الاغاني اللي عم تطرحوها كمان لها دور، يعني نحن صحيح بنسمع اغاني طربيه ولكن وقت بنسمعها باصوات شابه بتوزيع بيناسب تطور العصر يمكن هو كمان عامل نجاح كثير كبير. تماما هيك الواحد يحط بصمته بالغنيه الطربية او التراثيه او اي غنية كانت حلوه، اكيد بتوزيع حلو بتعطي نتيجه حلوه. يعني بنشوف الفرق عم بتختار هيدا المنحى يمكن لحتى الوصول للشباب، يمكن الاغاني القديمه صار بدها وقت طويل لحتى الواحد يقعد يسمعها، في مقاطع يمكن مميزه عن مقاطع ثانيه ممكن انتم تختاروها من الغنيه تاثر بالشباب وتحببهم بهيدي الالوان. تماما تماما. يعني مثل ما حكينا بكل مكان له خصوصية. تماما له خصوصية. صحيح. طب أكثر غنية حسيتوها أثرت بالناس وتفاعلت معها بخلال الفعالية شو كانت؟ يا حوا. نسمع سمير يزبك. نسمع؟ نسمع منكم؟ تفضل تفضل. يا حوارة حل راح غني عليك غني، من يوم ما أكلنا التفاح ضعنا وخسرنا الجنة. يا بلي يا يا بي ويا عم ويا خال ويا خي ويا ويلي يا
ضعنا وخسرنا الجن. قطروا علي علي فوق ترمح من حد الغيمن وشوف فليح يرقى النوم وضحى تسرح بالغنى. لركب حدك يا الموت ركب الطيارة غير لركب حدك يا الموتون ركب الطيارة غير شوف الضيعة من البلور شاورلك لا تضيق شاورلك لا تضيق بطول عمرك يا طيار حوم لي فوق هالتل لو تعول في والجار من بعدها طير وعلي حدك يا الموت ركب الطيارة غير لركب حدك يا الموت ركب الطيارة غير شوف الضيعة من البلور شاورلك لا تقيه شاورلك لا تقيه. يعطيكم ألف عافية. هلا نحن بنتمنى انكم تستمروا على اكيد، بس يمكن في كثير فرق بالعالم او بالوطن العربي ما استمر، بلشت فرقه وبعدين شفنا كل حدا راح بجهه، شو كيف لازم نحن نستمر؟ مجد صحبه اكيد ما بتستمر فرقه غير بالصحبه. يعني دائما اكيد في شيء اسمه بزنس، في شيء اسمه رفقه صحبه، فهيك نحن بكل بساطه يعني المهم نضل صحبه تمام ونستمر. انا شو رايك؟ انا 100% مع هذا الكلام، يعني بالنهايه علاقتنا ببعض اذا ما كانت قويه ومتينه ما راح اي مشروع تجاري بالنهايه ما راح ينجح، يعني اذا ما كان في تفاهم بين الاشخاص. فنحن بدايه هاي الفرقه كانت رفقتنا ببعض صحبتنا ببعض، مجرد راح هذا الشيء ما عاد الفرقه كلها ما عاد لها معنى يعني موجوده. هذا الشيء واضح خلال ادائكم حتى، يعني عم بيوصلنا مثل ما قلنا ب وبالتناغم باختيار الاغاني. يعني اخترتوا لنا هلا اغنيه كثير كانت حلوه يعطيكم العافيه. دائما عم بيكون الاختيار يعني بين الكل وعلى اي اساس؟ يعني هيدا الاغنيه مثلا حسينا فيها هيك عطيت حياتها رجعتنا لجو العيد، يمكن حسينا اليوم كمان عيد تتم لا هو الاختيار والله بيصير يعني عن طريق كل شخص وكيف بيحب انه بيوصل للغنية، عرفتي كيف اللي عم يسمعها. فنحن لما بنسمع الاغاني كلها بنطرحها على بعض وبقى بصير التدريب يمكن تعديل اثناء التدريب بيكون فيه. ايه طبعا اكيد طبعا هذا الشيء، يعني نحن نعمل الاغاني مثل كمستمع بالاول بنسمع شو الشيء اللي بيأثر فينا وشو اللي بيأثر بتصوروا بالعالم. احيانا الاغنيه بتسمعوها بترجعوا بتعدلوها تماما التعديلات الموسيقيه طبعا اكيد شيء بيعذب. هاي الاستاذ مجد بالنهايه نحن بنرجع للاستاذ مجد بهي القضايا، فيه هو بينسق الامور يعني بس يعني العمل دائما الجماعي هو اللي فيه روح. يعني اذا عم اشتغل
ماجد مع عمار مع كرم مع آلاء، هون راح يكون في يعني خصوصا انه كل حدا بيسمع بمزمود معين، ففي بيكون في هيك انسجام اكثر يعني. اكيد طبعا صحبه بس بالاغاني صحيح صحبه بكل شيء. اكيد مسك الختام رح يكون معكم باغنيه، بس اكيد بدنا نتشكركم ونتشكر وجودكم معنا بالبدايه. شكرا كثير لك عازف اللقاء عمار جمول، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم، وكمان برد بقول لكم على الاستضافه اللي كثير حلوه، وانبسطنا كثير انه نحن موجودين معكم. ان شاء الله بنشوفكم باللاذقيه باقرب فرصه. الله يخليك ان شاء الله. واكيد المطربه الاء سيفو، يعطيك الف عافيه على الصوت الحلو. شكرا وحل ايامك. شكرا كثير لا أقريت على الاستضافة الحلوة. شكرا إن شاء الله. كرم كمان يعطيك ألف عافية. شكرا لحضرتك كرم العافية. شكرا وعازف العود مجد الفيل يعطيكم ألف عافية. بالفعل نورتوا صباحنا، مع الختام رح يكون معكم، ولكن أكيد نتشكر نحن كل حدا تابعنا بمشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. أكيد نرجع نلتقي فيكم بكرة بنفس الموعد. يعطيك ألف عافية فاتن. شكرا يعطيك العافية علو. أكيد لضيوفنا نورتوا صباحنا، أضفتوا لمسة كثير جميلة على صباحنا بأصواتكم ووجودكم وعزفكم الراقي. هلأ بدنا شيء بخص السلامية، يمكن تختموا لنا شيء، وتحية لكم لأهل السلامية. الله يخليك. شكرا. أكيد مشاهدينا نلتقيكم بكرة بنفس الموعد، كونوا كتار. وختام مسك مع هيدي الأغنية، تفضل. فيك تربوا هاليتي وجدادي، فيك تربوا